Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Nahnu fi syarh qasidati الإمام الجرجاني رحمه الله في عزة العالم يقول فأصبح عن عيب اللئيم مسلما فأصبح عن عيب اللئيم مسلما وقد رحت في نفس الكريم معظما وهذا متعلق بما قبله حيث قال أنزهها عن بعض ما لا يشينها أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة قول العدا فيما أولما فأصبح عن عيب اللئيم مسلما وقد رحت في نفس الكريم معظما يعني أنزه نفسي وأرفعها وأربأ بها عن بعض الأمور والخصال التي لا عيب فيها والتي لا تعيب نفسي إلا أنها مشتبهة قد تثير الظنون والشكوك في قلوب بعض الناس فأنزه نفسي وأكرم نفسي عن أبتلى بمثل هذه الأفعال المشروعة الجائزة في الدين إلا أنها تثير التساؤلات وتعطي فرصة لاتهام الناس بشخصيتي ليتهمونني بأمور مختلفة فأترك تلك الأمور مخافة أقوال العدا فيما أو لما اجتناباً وتنزها بعرضي أن يقول الناس لماذا فعل فلان هذا ما الذي أحوجه إلى ذلك لئلا يقول أقوالا سيئة فأصبح عن عيب اللئيم مسلما وبمثل هذا الموقف السامي أكون محفوظا سالما عن عيب اللئيم عن اتهام اللئيم لا يستطيع اللئيم أن يشير إلي بالأصابع لا يستطيع اللئيم أن يجد أي مغمز في حياتي يعيبني به وقد رحت في نفس الكريم معظما وكذلك أصبح معظما مكرما في عين الكريم لأنه يعرف بذلك طبيعتي ويدرك علو همتي وسمو ضميري ونفسي وإني إذا فاتني الأمر لم أبت وإني إذا فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما وإني إذا فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما إذا فاتني الأمر ولم أستطع
أن أظفر بأي حاجة من حاجاتي فشلت في بعض الأمور أو لم ينلني أي نفع من المنافع فاتني ذلك. مثلا قد أصاب أصدقائي مناصب كثيرة وفاتني المنصب، فلا بأس، لست حريصا على المنصب، لست حريصا على الطعام، هم دعوا إلى المأدبة ولم أدعى، لا بأس، لا أتأسف ولا أقلب كفي، لا أجري وراءه ولا أحرص ولا ألهث وراء هذه الأمور الصغيرة التافهة. إني إذا فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، أي ما بت طول الليلة سهرانا متندما متأسفا أتفكر في هذا الأمر، لماذا فاتني، لماذا لم أستطع أن أجد هذا الذي وجده فلان. لا، ليس ذلك من طبيعتي، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. ولكن إن جاء هذا الأمر وإن جاء هذا المغنم إلي عفوا صفوا، أي من غير تكلف، من غير ذلة، من غير أي مهانة في نفسي، ولكنه إن جاء عفوا، عفوا من غير أي نقص، من غير أي مشقة وحرج، إن جاء عفوا قبلته، قبلت هذه الفائدة، قبلت هذا المنصب، قبلت هذا النفع، إن جاءني عفوا صفوا، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وإن مال عني، أي إن ابتعد عني ذلك الشيء لم أتبعه هلا وليتما، لم أقل بعد ذلك بعد أن يفوتني هلا أصابني ذلك النفع، وهلا أعطاني فلان، وهلا أرسل إلي، وهلا دعاني للطعام، وليتما ليتني ذهبت إليه فأصيب منه. لم أقل مثل هذه الأقوال التي يقولها الحريص، إن جاء عفوا قبلته، وإن مال أي إن أعرض عني لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها ظافر العرض مكرما. أقبض خطوي، خطوي أي قدمي، أقبض رجلي أي أبتعد عن حظوظ كثيرة، عن منافع جمة، أبتعد عن نيل كثير من الفوائد إذا لم أنلها ظافر العرض مكرما. إذا كان فيه أي شيء أو أي عيب لي، إذا لم أنل تلك الحاجة ظافر العرض أي موفور الكرامة عالي الرأس مسلما، إذا لم أنلها ومعي ضميري ومعي كرامتي ومعي ديني، إذا كان فيه أي نقص في الدين أو أي عيب في الكرامة أتركه
ذلك المغنم وذلك الحظ مهما كان عظيما ومهما كان كريما وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما أكرم نفسي أي أشرف نفسي أن أضاحك عابسا أن أتملق لمن يعبس في وجهي إنه يلقاني عابسا مكفهرا يقطب جبينه يعبس وجهه كأنه يغضب علي فإذا لقيني أحد بمثل هذا الوجه الكريه العابس فأنا أيضا أعرض عنه أسلم عليه وأمر مر الكريم لا أضاحكه هو يغضب علي وأنا أرضيه وأنا أتملق له لا ليس ذلك من عادتي أنا مأمور بإرضاء ربي فحسب لست مأمورا أن أرضي فلانا وفلانا زيدا وعمرا وبكرا لأن رضا الناس غاية لا تدرك أترك من يغضب عليك لا بأس وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا تأبى علي نفسي وتأبى علي كرامتي أن أرضي الناس الغضاب علي وأن أتلقى بالمديح مذمما وكذلك هذا بعيد عني أن أتلقى بالمديح مذمما مذمما أي رجلا معيبا رجلا دنيا مذموما فيه عيوب كثيرة وفيه خصال كريهة وفيه عادات ذميمة إلا أنه رجل غني إنه رجل ذو منصب كبير فأطمع في منصبه أطمع في ماله فأتلقاه بالمديح أي أمدحه وأنا أستقبله بألقاب ونعوت كثيرة أنت رجل كبير أنت لا مثل لك ولا ند لك ولا نظير لك أنت كذا وكذا لا ليس ذلك من عادتي بعض الناس يتملقون للأغنياء والأمراء وذوي المناصب وهم رجال مذمومون لا خير فيهم فكيف يرضى علمي وديني أن أمدح مثل هذا الرجل وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما وكم طالب رقي بنعماه لم يصل وكم طالب رقي بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما كم طالب رقي بنعماه هناك كثير من الناس يريدون أن يسترقوني يريدون أن يستعبدونني أن يجعلوني خادما لهم أخدم حاجاتهم وأقضي مطالبهم يريدون مني ذلك بنعماه أي بالإحسان إلي بالإنعام إلي
بعض الهدايا يريدون أن يسترقوا نفسي أن يجعلوني رقيقا لهم، هل أرضى بذلك؟ كلا. وكم نعمة وكم طالب رقي بنعماه لم يصل إليه، وإن كان الرئيس المعظم لم يصل إلى مقصده، لا يستطيع أن يستخدمني لمصالحه الهابطة الرخيصة. وإن كان الرئيس المعظم، وإن كان ذلك أميرا كبيرا، ولكن أنا عالم، فكيف أستطيع أن أنزل عند حاجته وعند غرضه؟ وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، كم إحسانا وكم هدية كانت على الحر نقمة، كانت للكريم ذلا وصغارا. لا تقبل مثل هذه الهدايا التي قد تعود عليك بالصغار والهوان والنقص، قد تنقص شخصيتك وتسيء إليك وتقلل من قيمتك. أرفض مثل هذه النعم، وإن كانت من غني من الأغنياء وثري من الأثرياء. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. إذا كان شيء نافع إلا أنه ينقص ديني وينقص كرامتي، فأنا أعتبره مغرما، أنا أعتبره خسارة، مع أنه نفع مادي، إلا أنه خسارة دينية، خسارة في العرض، خسارة في العلم، فلا أقبل ذلك. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. في القمة، هذا الشعر في القمة من العزة والإباء ورفض الضيم، يقول: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، إنني بذلت نفسي وأهنت نفسي في خدمة العلم، في طلب العلم، أتعبت نفسي وأسهرت ليلي وأجعت بطني وفعلت وفعلت. لماذا؟ لماذا تحملت هذه المشاقة في خدمة العلم والحصول على العلم لأخدم بعد ذلك هذا وذاك؟ كل من لقيته أكون خادما له؟ لا، ما فعلت ذلك لأكون خادما لهذا الأمير ولذلك الغني، ولكن لأخدم، ولكن فعلت ذلك لأعيش بعد ذلك حرا كريما أبيا. وهنا أقف وقفة وأقول: مراد الشاعر واضح أنه لا يريد إذلال نفسه لبعض الأغنياء والأمراء، وهو يأبى أن يستخدمه أحد بالمال وبالإحسان، ويقول: أنا عالم، أنا أتعبت نفسي في العلم لا لأخدم الأغنياء، ولكن لأكون مخدوما عندهم. ولكن يمكن أن يكون في ذلك جانب آخر، نحن بذلنا أنفسنا، نحن بذلنا مهجتنا، أنفقنا ساعاتنا
الغالية، ونحن صبرنا على كل شدة في سبيل العلم. لماذا؟ لابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا لنكون مخدومين. ليس ليس ذلك مقصدنا أن نكون مخدومين وأن يخضع لنا الأغنياء، لا، إنما فعلنا ذلك لابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ولو شئنا لقلنا إنما فعلنا ذلك لخدمة الناس، فلا بأس، نحن خادمون للناس جميعا، ولكن نحن نخدم بالدعوة، نحن نخدم بالتعليم، لا نخدمهم بمثل ما يشاؤون، ولكن نخدمهم بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، نخدمهم بما يليق وشأن العلم. نعم. ثم يقول: أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. أأشقى به غرسا، أأشقى به يعني بالعلم، غرسا إذا غرست غرس العلم شقيت، تعبت، نصبت، سهرت، جعت وظمئت في سبيل العلم، في غرس العلم. ثم أجنيه ذلة، ثم إذا رأيت الثمار يانعة ناضجة وقد تدلت القطوف، فأنا أجني بالذلة والصغار؟ لا، أنا أجني ثمار العلم وافر العرض، كريما شريفا أبيا بكل راحة وبكل كرامة وبالدين الموفور والعرض الكامل. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. إن كان ذلك هو نتيجة العلم، إذا كان العالم يتعب في تحصيل العلم ثم يتعب بعد ذلك في خدمة الناس وفي إرضاء الناس وفي التملق للناس وفي النزول عند حاجات الناس، إذن فلماذا حصلنا العلم؟ لماذا تعبنا لذلك؟ كلا وألف كلا. إذن فكان الجهل خيرا من ذلك العلم؟ إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، أحزما أي أقرب إلى الحزم والعقل والفطنة. فإن قلت زند العلم كاب فإنما كبا حين لم نحرس حماه وأظلما. فإن قلت أيها العالم إن العلم قد صار رخيصا في هذا الزمان ولم يعد مكرما ولم يعد للعالم تلك القيمة، وزند العلم كاب، زند الزند العود الذي يقدح ويورى به النار، كاب أي لا يشعل، معنى ذلك يعني صار شأن العلم قليلا، كبا الزند أي لم يور نارا، فزند العلم لا يخرج النار أي لا يعطي ثماره في هذا الزمان. فيقول: فإن قلت زند العلم كاب فإنما كبا حين لم نحرس حماه وأظلما. لماذا كبا زند العلم؟ ولماذا صار العلم مظلما مسودا ناقصا في أعين الناس؟ لماذا قلت مرتبة العلماء؟
لأننا لم نحرس حمى العلم. نحن الذي أسأنا إلى العلم والعلماء، نحن الذي أرخصنا العلم. لو أكرمناه، لو قدرناه حق قدره لما رخص العلم، ولما رخص شأن العالم في أعين الناس، لاحتاجوا إلى العلماء ولجاءوا إليهم صاغرين راغمين. ولكن ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. لو أن العلماء صانوا العلم صانهم، فالعلم صانهم وحفظ كرامتهم وشرفهم وكرمهم. لو كرموا العلم كرمهم العلم، ولكن أهانوه فهانا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. ولكن العلماء أهانوا العلم وأساءوا إلى العلم بمثل هذه المواقف، المواقف الخبيثة، وبمثل هذه الأعمال الهابطة التي لا تليق بشأن العلماء. فهانوا، هان العلماء، ودنسوا محياه بالأطماع. إنهم شوهوا صورة العلم، محيا وجه، ولكن دنسوا محيا العلم، أي شوهوا صورة العلم بالأطماع المادية، حتى تجهم، حتى اسود وجه العلم في هذا الزمان